السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في قناة فيجن أند إنجلش. مبدئيا سمعنا كلام كتير بخصوص منهج كونكت على أساس منهج صعب جدا ومعقد جدا بالنسبة لمستوى الطالب، لكن في الفيديو ده هعلمك 4 مهارات هتلاقي إن المنهج سهل جدا وبسيط جدا. كل اللي محتاجه منك ان انت تديني تركيزك الكامل وتصفي ذهنك علشان اعلمك هتبدأ ازاي عشان ما تحسش بملل وتلاقي نفسك في الاخر طلعت بدون اي معلومة. اتفقنا؟ Are you ready? Let's get started. دلوقتي عندنا 4 مهارات لتعلم اي لغة بطريقة صحيحة وسليمة. اول مهارة معايا هي مهارة الاستماع. مهارة الاستماع مهارة مهمة جدا لتعلم اي لغة، بمعنى لو انا جبت بيبي صغير وقلت له مثلا قول معايا بابا او ماما، هل هيقول مثلا جدي او جدتي؟ لا طبعا، فهو هيقول بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب اللي انا اتكلمت بيه. اذا مهاره الاستماع مهاره مهمه جدا لتعلم اي لغه. تاني مهاره معايا وهي مهاره النطق. مهاره النطق مهاره مهمه جدا لتعلم اللغه، بمعنى ان الطفل هيتكلم بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب اللي انا اتكلمت بيه. اذا مهاره النطق مهاره مهمه جدا لتعلم اللغه. ثالث مهاره معايا وهي الكتابه. مهارة الكتابة هي التعبير عما يدور في الرأس وكتابته بطريقة صحيحة، وده بنحصل عليه من خلال تعلم النطق الصحيح. تمام؟ رابع مهارة معايا وهي مهارة القراءة. مهارة القراءة هي الاستنتاج من الـ3 مهارات السابقة، بمعنى إن أنا لو اتكلمت بطريقة كويسة وسمعت بطريقة كويسة وكتبت بطريقة كويسة، إذا سأحصل على قراءة بطريقة سليمة. يبقى أنا دلوقتي عندي 4 مهارات لتعلم أي لغة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. أول مهارة معايا هي مهارة الاستماع، تاني مهارة معايا وهي مهارة النطق، تالت مهارة معايا وهي مهارة الكتابة، رابع مهارة معايا وهي مهارة القراءة. تمام كده؟ طولت عليك في الفيديو ده، أشوفك الحلقة الجاية. شكرا للمشاهدة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.